لا يا سلوى ما ينفعش، انا اديتك فرصه تقعدي تتكلمي مع بنتك، لكن كل الكلام اللي انت قلته لي دلوقتي ملوش اي مبرر عندي وما اقدرش اقتنع بيه ولا وافق عليه ابدا. احنا مش جايين هنا الاقصر علشان بنتك تحب وتتحب، بلاش كلام فارغ. اسمعي انا هقعد مع بنتك واشوف ايه حكايه الموضوع ده بالظبط. يا رأفت يا حبيبي اهدى شويه، الولد معجب ببنتك وبنتك معجبه بيه وهو عايز يتقدم، لان انا بصراحه ما عنديش استعداد يحصل لبنتي زي ما حصل لانجي. سلوى انا خلاص انتهينا، مش هخش في اي تفاصيل دلوقتي خالص، مفيش فيها دماغ كفايه اللي احنا فيه. اهلا يا حبيبتي، احنا بنستأذنك مضطرين نمشي، نقول لك تصبح على خير. وانتم من اهل؟ لا يا رفعت، روح انت وانا حبات هنا معانا النهارده. لا لا لا، انتوا تروحوا انتوا، انا مش هخرج من هنا الا ورجلي على رجل مراتي حبيبتي. لا يا حبيبي روحوا كلكم، ما يسهل هدات معايا النهارده. طبعا يا طنط طبعا. تصبح على خير. وانتم من اهل؟ تصبحوا على خير. مش عايزه حاجه يا حبيبتي؟ تصبحوا على خير. باي مايس. باي باي. خلي بالك من طنط. تحبي اعمل لحضرتك اي حاجه تشربيها؟ لا يا حبيبتي ميرسي. انجي فين يا مهسا؟ ما اعرفش يا طنط. بصي يا مهسا، انا قوم وان شاء الله انت كمان في يوم من الايام هيبقى عندك اولاد وهتحسي بالاحساس اللي انا حاساه. انا ما كنتش متصوره ان رغبتي ليها انها ممكن تهرب مني. انا معاكي ان انا ممكن اكون غلطت، ممكن اكون اتسرعت، بس مش ممكن كان يخطر في بالي ابدا انها ممكن تعمل العمله دي. تسمحي لي اسال حضرتك سؤال؟ انت ليه رافضه ادهم؟ ده موضوع طويل أوي، عايزة تعرفي. يا ريت. يبقى توعديني إن يكون سر بيني وبينك. أكيد يا طنط هيكون سر بيني وبين حضرتك. هنعمل إيه دلوقتي؟ والله ما انا عارف يا حبيبتي اعمل ايه، دماغي منمل ومش قادر افكر. كل اقدر اقوله دلوقتي ان احنا هنقعد هنا يومين وبعدين هنشوف هنعمل ايه. ايوه بس احنا سايبين كل حاجتنا هناك. كمان شويه هروح اجيبهم. لا طبعا مش هسيبك تروح هناك بعد ما عرفوا مكانك، زمانهم واقفين لك في كل حته. انا اللي هروح اجيب الحاجه. خايفه عليا يا صح؟ ما تنسيش ان انا الراجل ولا ايه؟ بطل بقى دماغك الناشفه دي. ما هو وجودك جنبي هيحميني يا حبيبتي. انا بتكلم جد، انا اللي هروح اجيب الحاجه. خلاص ما تزعليش روحك، روح انت، بس دلوقتي انا عايز انزل اجيب لك حاجه تاكليها عشان انت على لحم بطنك من الصبح. وانا لوحدي يعني اللي ما اكلتش؟ ما انت كمان زي. خلاص هنزل اجيب لك تاكل. استنى رجلي على رجلك. طب يلا معايا. يلا. اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ اعمل ايه يا رب؟ انجي انا اكلم انجي اكلم انجي ايوه اكلمها. يا انجي ردي.
أرجوك يا سيف، أرجوك رد يا رب يا رب. سعادة جناب فوزي بيه، اتفضل. عايزك تدوق وتقول لي ايه رايك في الاختراع العظيم اللي انا عامله ده. يا السلام، احلى كيوي شفته في حياتي. ده كان كلوب يا جد. وانا اقول شفته فين قبل كده. قول لي ايه اخبار عروسه المستقبل؟ كويسه. مالك بتقولها كده من غير نفسي؟ في مشاكل بينكم؟ لا ابدا، مفيش مشاكل ولا حاجه. المشكله الوحيده جد ان انا مش قادر افتح بابا وماما في الموضوع. تحب افتحهم انا؟ لا، ما انا لمحت الماما يعني. وبعدين ايه اللي حصل؟ ابدا بصراحه جد، انا في مره كده كنت بوصل مي واصرت ان انا اطلع يعني اقابل العيله عندها، فلقيتهم ناس عاديين جدا، عيله متوسطه زي اغلب العائلات المصريه. وبعدين لما حكيت لماما الموضوع ده على انه حصل مع واحد صاحبي رفض. انت بتحب البنت دي؟ قوي جدا. انا ومراتي رئيفه اول ما اتقابلنا كانت ظروف الماديه مش زي دلوقتي، كانت تعبانه قوي والفلوس على القد، وبالرغم من كده اصرت عليا وفضلت متمسكه بيا واتجوزنا، وقفت جنبي وساعدتني وشجعتني، وبدات بمشروع صغير. وبعدين لما جه الانفتاح الاقتصادي كانت فرصة بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتير زيي. اشتغلت وكافحت وتعبت لغاية ما بقيت صاحب مشروع كبير، فيلا وعربية، وبقيت فوزي بيه. ورئيفة عمرها ما اتغيرت، لا من براها ولا جواها، فضلت واقفة جنبي ورايا لغاية ما ماتت. طول عمرها جميلة، طول عمرها رقيقة. الله يرحمها. الله يرحمها جدا. بس قول لي بقى، انتوا كنتوا عايشين فين قبل كده انت وتيتا؟ كنا عايشين في شقة محندقة على قدنا في السيدة زينب. على فكرة أبوك اتولد هناك، وأنا فضلت محتفظ بالشقة دي سنين طويلة. البيت كان قديم، ولما جه الزلزال وقع البيت. ذكريات الشقة ديت مش هنساها، وكل ركن فيها حافظه وحاسس بيه. انت جميل قوي جدا. اجمل حاجة في الدنيا يا ابني انك تلاقي الانسان اللي يحبك ويخاف عليك من غير زيف او كد. يعني ما تكونش المصلحة هي الحاجة اللي بتربط بينكم. وعلى فكرة يعني ده اللي كان بيني وبين رئيفة، وان شاء الله هيبقى بينك وبين عروسة المستقبل ان شاء الله يا جد. هيثم، انا مش عايزك تفرط في البنت دي ابدا.